الرسالة الأساسية التي يحملها الصفدي في هذه الزيارة تتجلى في رفض الأردن القاطع أن يكون ساحة اشتباك أو ممر لأي نزاع بين طهران وتل أبيب. هذه الزيارة تأتي في وقت حساس للغاية، حيث يتعين على الأردن أن يعبر عن موقفه بوضوح وصراحة تامة. الأردن بفضل موقعه الجغرافي والسياسي الحساس يسعى دائما للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وعدم الانجرار إلى الصراعات التي لا تمت بصلة إلى مصلحته الوطنية. ومن هنا فإن الأردن يرفض أن يكون وسيطا أو ناقلا للرسائل ما بين إيران وإسرائيل أو بين إيران والولايات المتحدة. هذه الرسالة تأتي في ظل توترات متزايدة بين إيران وإسرائيل، خاصة بعد اغتيال إسماعيل هنية في عملية يعتقد أن إسرائيل وراءها داخل العاصمة طهران، وهو ما أشغل نار التوتر بين الجانبين. زيارة الصفدي لطهران تحمل في طياتها أيضا رسائل أخرى، وهي أن الأردن يسعى بكل قوة لوقف الحرب والصراعات في المنطقة. عمان التي عانت ولا تزال تعاني من تداعيات الصراعات في الدول المجاورة تدرك تماما حجم الكارثة التي يمكن أن تحل بها المنطقة إذا ما اندلعت حرب جديدة بين إيران وإسرائيل. ولذلك فإن الهدف الأساسي في زيارة الصفدي هو التأكيد على أهمية العمل المشترك لوقف التصعيد والبحث عن حلول سلمية للصراعات الإقليمية. من الواضح أن الأردن ينظر إلى الوضع الراهن بعين القلق والتحفظ، فالمنطقة على شفير حرب إقليمية شاملة وتشهد تصاعدا في التوترات والأزمات، بدءا من الأزمة السورية مرورا بالصراع اليمني وصولا إلى حرب غزة ومناوشات حزب الله. كل هذه الأزمات تجعل من الضروري على الدول العربية وخاصة الأردن العمل بحذر للحفاظ على استقرارها الداخلي وعدم الانجرار إلى مغامرات خارجية قد تكون لها تداعيات وخيمة. الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يتبنى سياسة خارجية تعتمد على الحياد الإيجابي والتوازن في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية. هذه السياسة تتجلى بوضوح في موقف الأردن الثابت من الصراع الإيراني الإسرائيلي. فعمان ترى أن تطور هذا الصراع إلى حرب بين طرفين لن يجلب سوى المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار للمنطقة. وعلى الرغم من التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل، فإن الأردن يحرص على الحفاظ على علاقات جيدة مع كلا الجانبين. هذه العلاقات وإن كانت متوترة في بعض الأحيان إلا أنها تعتمد على الاحترام المتبادل والتعاون في القضايا المشتركة. ومن هنا فإن زيارة الصفدي لطهران تأتي في إطار هذه السياسة المتوازنة التي تسعى للحفاظ على علاقات جيدة مع الجميع دون الانجرار إلى الصراعات. التوقعات تشير إلى أن زيارة الصفدي لطهران قد تسهم في تهدئة الأجواء المتوترة بين إيران وإسرائيل، خاصة إذا ما نجح الصفدي في إيصال رسائل التهدئة والدعوة للحوار بدلا من التصعيد. فالأردن بفضل علاقته الجيدة مع الدول الكبرى وتأثيره الإقليمي يمكن أن يلعب دورا محوريا في تهدئة التوتر والعمل على إيجاد حلول سلمية للصراعات. ومن رسائل الصفدي لطهران إن الأردن لن يسمح تحت أي ظرف من الظروف بأن تستغل سماه لتنفيذ هجمات صاروخية من قبل إيران أو إسرائيل، وأن الأردن سيستخدم كافة إمكانياته وأدواته المتاحة لمنع أي محاولة لاختراق مجاله الجوي أو استخدام أراضيه كمنصة لأي نزاع إقليمي.
فموقف الأردن من ذلك حازم ولا يقبل المساومة، حيث يؤكد بكل قوة أنه سيظل حصنا منيعا في وجه أي تهديد يطال أمنه واستقراره، وسيتصدى الأردن بكل حزم لأي محاولات تستهدف استخدام مجاله الجوي كساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، متمسكا بسيادته وحقه المشروع في الدفاع عن أرضه وحماية شعبه من أي خطر خارجي. في النهاية يمكن القول أن زيارة الصفدي وزير الخارجية الأردني لطهران تحمل في طياتها رسائل مهمة تتعلق برفض الأردن القاطع لأي تدخل في الصراعات الإقليمية، والدعوة لوقف التصعيد والبحث عن حلول سلمية، وعدم استخدام مجاله الجوي من أي طرف كان لتنفيذ هجمات صاروخية. هذه الزيارة تأتي في وقت حساس للغاية، مما يجعل من الضروري على الأردن العمل بحذر وذكاء للحفاظ على أمنه واستقراره